في الجزائر شهر مضى على تنحية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لكن الأمور ما زالت تراوح مكانها، إذ يستمر الحراك الشعبي والمطالب برحيل كل رموز النظام ومحاسبة الفاسدين خلال الفترة الماضية، بينما يستحكم الخلاف بين المعارضة وقيادة الجيش على ملامح الفترة المقبلة. وعلى صلة بملفات الفساد، مثل المدير السابق للأمن عبد الغني الهامل أمام قاضي التحقيق شاهدا في قضية تهريب 700 كيلوغرام من الكوكايين عبر ميناء وهران قبل عام. نذهب مباشرة إلى الجزائر في نافذتنا اليومية من هناك للوقوف على آخر تطورات الحراك الشعبي. أهلا بكم إلى هذه النافذة المفتوحة على المشهد الجزائري من العاصمة الجزائرية. بالفعل مضى شهر على تنحي الرئيس بوتفليقة عن رئاسة الجمهورية ولم يتغير شيء كثير، فالحراك ما زال متواصلا ومتصاعدا ومطالبا بتنحي كل رموز السلطة السابقة، بينما الهوة تتسع بين الأطراف السياسية وقيادة الجيش الجزائري التي تعتبر نفسها أمينة على المرحلة الانتقالية إلى حين انتخاب رئيس مدني. يمر اليوم شهر من استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، يتساءل البعض عن جدوى خروجه من الحكم في وقت لا تزال فيه أبرز وجوه النظام السابق تتحكم في دهاليز السلطة. عشية جمعة جديدة من الحراك، الهدوء يسود العاصمة الجزائر، حركة عادية، الكل ملتفت إلى حياته، وهنا حديث غير عادي عن مستقبل بلد. هكذا يجتمعون، يتشاورون، يصرخون أحيانا حين تضيق الرؤى. أزمة رجال يقول أحدهم، أزمة نظام يرى آخر، وبينهما امرأة تعتبر رحيل بوتفليقة لا حدثا. بوتفليقة ما كانش منها تنحى فاسكو كان منحي اللي كانوا شادين البلاد وكانوا يجريوها، وما زال هما نفس الوجوه، نفس لا سينياتور غاي تمشي، ما كان حتى حاجه تبدلت. مالغري كورام يديروا لنا هادو زعما تاع الفساد يحكموا فيهم، هادو كاع سيدي سيناريو. كهينه ناشطه ومناضله، اسمها مشتق من الكاهنه، القائده البربريه التي حكمت لعقود في جبال الاوراس وثارت ضد الرومان والبيزنطيين والعرب. ثورة تجد بعض تجلياتها في موقف كهينة من الوضع السائد حاليا في الجزائر. تعتبر النضال الحالي جزءا من نضال تاريخي أزلي تعيشه البلاد. حل الأزمة ليس دستوريا بقدر ما هو سياسي بحسب كهينة. الدستور اغتصب 30 مليون فوا 1000 مرة، وحنا نقعدوا في الدستور. يعني الدولة ما احترمتش الدستور اللي كتبته هي، اللي جاب ديكري بريزيدونسيال، وحبيتي الشعب يحترم دستور اللي ما راهوش يشوف فيه. كيفاش يحبوا يقادوا في دستور وهما ما يغتصبوا؟ الشباب الذي خرج يطالب الرئيس بالعدول عن الخامسة في مسيرات سلمية أبهرت العالم، هو ذاته الذي يواصل نضاله كل جمعة. قاعد الشعب يطالب في حقوقه، يعني حاجة مور حاجة، ورانا نشوفه يعني الشعب ما مسكتش، يعني راه كل جمعة راه يخرج المطالب تاعو راه يتجسد بالعقل بالعقل، والمطلب تاعو هو انه يتنحاو كاع هيتيك، ولكن رانا نشوفوا الشعب راهو صامد وبسلميه. الرئيس بوتفليقه رحل، ولكن النظام الذي اسسه لا يزال قائما، يحكم ويحاكم، بينما هدير الشارع لم يتوقف، هدير يتجدد صداه كل جمعه ويتصاعد كل يوم. جهيد رمضاني، العربي، الجزائر. على صعيد آخر، عقد اليوم بالعاصمة الجزائرية الاجتماع التأسيسي لنقابة الصحفيين الجزائريين، الحلم الذي لطالما راود عالم الصحافة في الجزائر والذي حالت دونه عهدات الرئيس المستقيل بوتفليقة.
صدى توجهات المؤسسة العسكرية في محاربة الفساد لا يزال يدوي في أروقة المحاكم، حيث مثل اللواء المتقاعد عبد الغني الهامل أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي محمد في قضية المخدرات وحجز أكثر من 700 كيلوغرام من الكوكايين بميناء وهران. ويبدو أن جهاز العدالة بدأ يتحرك في نفض الغبار عن الملفات الثقيلة. احنا رانا واقفين لرحيل الأمانة الوطنية على تعدد أشكالها وأشخاصها، نقول لهم ديجاج. اليوم رانا واقفين ونريحوا واقفين، رمضان، السحور، التراويح، في كل وقت روحوا اخطونا. حركة مجتمع السلم بدورها أعربت عن ترحيبها بدعوة قائد الأركان للحوار، مؤكدة في الوقت نفسه على ضرورة الإسراع في تلبية مطالب الشعب. في السياق ذاته قال المحامي والناشط الحقوقي مصطفى بوشاشي إن الحوار هو الحل لكل مشاكل البلاد، لكن ليس مع رموز النظام القائم. أرجو أن الانتخابات تؤجل إلى حين ثم إلى هيئة مستقلة من رأسها إلى أخمسها يشرف عليها نزهاء وناس مستقلون مع الإدارة. أنا أقول وأؤكد الإدارة تكون بعيدة بعيدة عن العملية. وعشية الجمعة 11 لا يزال موقف الطبقة السياسية مترنحا بين إمكانية مسايرة الدستور أو مرافقة المطالب الشعبية التي تريد تغييرا جذريا يعصف بكل أركان النظام. مثول شخصيات أمنية أمام العدالة، من بينهم المدير العام للأمن الوطني السابق عبد الغني الهامل، في ظل دعوات إلى مسيرة مليونية ترفض الندوة الوطنية وتدعو إلى مرحلة جديدة تأسيسية خالية من رموز النظام السابق. صلاح الدين مقعاش، العربي، الجزائر. وللمزيد يسعدني أن أستضيف الدكتور رضوان بوهيدة، الأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر. مرحبا بك. إذن ما الذي يحدث الآن؟ هل فعلا الأطراف السياسية أن الهوة بين الأطراف السياسية تزداد اتساعا، والقيادة العسكرية التي كما ذكرت تريد أن تكون أمينة على هذه المرحلة الانتقالية؟ لا طبعا، ما حدث خلال الشهر المنصرم منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الرئيس السابق، أقول أحداث كثيرة يعني كانت في الجزائر خاصة في مجالها القضائي، التي ربما المنظومة القضائية ككل تحركت سواء المدنية أو حتى العسكرية من خلال بعض الاعتقالات ووقوف بعض الشخصيات يعني من الوزن الثقيل على غرار ربما قادة لنواحي عسكرية برتبة ألوية، كذلك وزير أول سابق وزير حالي. لا أحد كان ربما يحلم في قبل 4 أشهر أن يقف هؤلاء أو حتى يمر من أمام المحكمة. هذه النقطة الأولى. بيانات عديدة للمؤسسة العسكرية ركزت ربما خلال كل الشهر على نقطة ربما هي تقاطع لكل البيانات، وهي الدستورية ما يجري وضرورة يعني الأخذ بالإجراء الدستوري في كل ما يجب أن يكون. ورغم ذلك هناك من يقول من المراقبين ومن الحراك ومن الشارع من يقول أن لا شيء قد تغير منذ تنحي الرئيس بوتفليقة. أكيد أمال الشعب أكبر مما حدث اليوم، يعني هناك بعض الإقالات، بعض الاستقالات، بعض التعيينات الجديدة لذر ربما الرماد على العين كما يقولون، لكن هذا غير كافي بالنسبة إلى الحراك الذي ما زال يعني يفتقد الثقة في من هم اليوم يسيرون هذه المرحلة، مرحلة 90 يوم التي بدأنا بالفعل نستنفذها، يعني لم يتبقى منها سوى شهران على موعد انتخابات من المزمع إجراءها. الحراك لا زال يطالب، هو يخرج يعني للجمعة 10 ونحن في عشية الجمعة 11. طيب نحن كما ذكرت على عتبة الجمعة 11، الحراك لم يتغير، مصر على مطالبه، والانتخابات الرئاسية هذه هل بات واضحا أنها ستجرى أم لا؟
لا أكيد من سينتخب هو الشعب، هم الملايين الذي من المفروض أن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع يوم الرابع من جويلية. اليوم قبل شهرين من هذا الموعد، من شهرين ويوم واحد تحديدا، أصبح من الصعب حتى من ناحية التنظيمية والناحية التقنية إجراء انتخابات يوم الرابع من جويلية، لا سيما في ظل هذه التوترات من طرف الحراك الذي يرفض إدارة هذه الانتخابات، من طرف ما تبقى من الباءات، وأقصد بذلك رئيس الدولة الحالي عبد القادر بن صالح، وكذلك حكومة بدوي وهو وزير داخلية سابق، يعني قام بإدارة العديد من الانتخابات السابقة. مسألة الثقة المفقودة، أعتقد أنه الشعب بدأ يقاطع من الآن هذه الانتخابات، حتى من ناحية الإدارية البلديات والقضاة يرفضون الإشراف عن هذه الانتخابات. اليوم فقط أعتقد أن السلطة بدأت تفكر جديا في البحث عن مخرج قانوني أو دستوري لتأجيل هذه الانتخابات التي بات من المستحيل إجراؤها يوم الرابع من جويلية. الدكتور رضوان بوهيد، الأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، شكرا جزيلا لك، وبالعودة إلى استوديوهاتنا المركزية في لندن. إلى اللقاء.